السلام عليكم. مرحبا إخواني أخواتي. إذا أردتم استعمال تشات جي بي تي بالطريقة السهلة حتى وإن كنتم في دول تحضر تشات جي بي تي، فكل ما عليكم هو اتباع هذا الفيديو. طريقة جد سهلة إخواني أخواتي. نقوم أولا بالذهاب إلى المتصفح الخاص بنا، ومن ثم نكتب www.poe.com، ومن ثم نضغط على search. تم تنبتق لنا مباشرة هذه الصفحة. إذن هذا هو الروبوت الصغير أو البوت POE، إذن Fast Helpful AI Chat، يساعدك على استعمال تشات جي بي تي حتى وإن كنت في بعض الدول التي لا تستطيع من خلالها استعمال تشات جي بي تي. هذا الموقع يغنيك عن استعمال أيضا الفي بي ان لكي تقوم باستعمال أو أرقام الهواتف التي العديد من الأشخاص وجدوا صعوبة في الولوج من خلالها إلى الطريق إلى تشات جي بي تي. إذن هنا يطلب منك الرقم، فنحن لا نريد الرقم، نضغط على Use Email. يعطينا هنا لكي نكتب الإيميل الخاص بنا. نحن كل ما علينا هو الذهاب إلى هذا الموقع لأخذ الإيميل المؤقت، نضغط على Copy، ومن ثم نضغط هنا لكي نلصقه، نضغط على Go. إذن سوف يرسل لنا كود Verify إلى الإيميل الخاص بنا. إذن كما ترون فالإيميل وصل، نضغط عليه مباشرة، ثم نأخذ الكود الخاص بالverification. إذن هذا هو الكود، نقوم بنسخه، من ثم نقوم بلصقه هنا ونضغط على Verify. إذن كما ترون إخواني أخواتي فتم الولوج إلى داخل الموقع. إذن كما ترون هذه هي واجهة الموقع من الداخل، فهناك تشات جي بي تي 4، كلاود بلاس، كلاود انستنت، تشات جي بي تي. إذن هذا هو تشات جي بي تي الذي سوف نقوم بشرحه. وهنا العديد من الأدوات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فمثلا تشات جي بي تي 4 فهو ليميتد اكسس، إذن محدود الولوج. فتشات جي بي تي 4 سبق وأن قمنا بشرحه في بينج، فيستحسن إذا أردتم استعمال تشات جي بي تي 4 فكل ما عليكم هو استعمال بينج من مايكروسوفت. إذن سوف نضغط على تشات جي بي تي، ومن ثم سوف نكتب أي سؤال يعني أردناه. على سبيل المثال هنا بعد الأسئلة، يعني إذا أردتم أن تقوموا بمثلا اختيار هذا كوكين، what's good recipe for chocolate chip cookie. إذن كما ترون أعطانا وصفة لكوكيز بطريقة جد سهلة وبسرعة فائقة، مثله مثل موقع Open AI. يعطيك الانستركشن الخاص بهذه الوصفة بالتفصيل الممل إخواني أخواتي كما ترون. إذن إذا أردتم المزيد حول هذه الوصفة فيمكنكم الضغط على Tell Me More ويعطيكم أيضا المزيد. نحن الآن سوف نقوم على سبيل المثال كتابة باللغة العربية، وسنرى إن كان سوف يجيبنا مثله مثل تشات جي بي تي من موقع OpenAI باللغة العربية. إذن سوف نطلب منه أي سؤال. إذن طلبنا منه أن يعطينا أحسن مواقع لتعلم اللغة، سوف نرى الإجابة من تشات جي بي تي. هناك العديد من المواقع التي تقدم دروس مجانية وفعالة لتعلم اللغة، من أفضلها دولينجو. إذن أعطانا رقم واحد هو دولينجو، يعني هو التطبيق المعروف في بلاي ستور في الهواتف النقالة. وهناك أيضا تطبيق ثاني اسمه ميمريس، حتى هذا التطبيق الغني عن التعريف. أيضا تطبيق بوسو، لينجودا. إذن صراحة يعطي كل شيء بالتفصيل. إذن بي بي سي لينجويجز تقدم هذه المنصة دروسا في اللغة المختلفة وتميزه بتقديم مواقع. إذن روسيتا ستون، بابل،
إذن صراحة طريقة سهلة من دون تعب لاستعمال تشات جي بي تي المعروف بكل سهولة وبدون أي إشكال. إذن هذا كل ما في الأمر إخواني أخواتي. إذا أردتم أيضا استعمال مجموعة من التطبيقات هنا أو مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، فكل ما عليكم هو اكتشاف هذه المواقع بأنفسكم واستعمالها. إذا أردتم أيضا مثلا تغيير إعدادات في السيتينج، فكل ما عليك هو الدخول إلى السيتينج. إذا أردتم أن تحذفوا أو هذا الحساب وتقوموا بإعداد حساب آخر، فكل ما عليكم هو الضغط على ديليت أكونت. إذن إلى هنا إخواني أخواتي أكون قد وصلت إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا إخواني أخواتي مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. لا تنسوا أيضا الضغط على زر لايك واشتراك في القناة والضغط على زر الجرس الرمادي لكي يصلك جديد هذه القناة. إذا أردتم مواد أخرى في خصوص عالم الويب أو تطبيقات الهواتف، فلا تنسوا كتابتها لي في التعليقات، سأكون سعيدا في شرحها لكم. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.